جميعنا ملتزم بالبقاء في المنزل، ولكن في فترة من الفترات يجب علينا الخروج لقضاء حاجياتنا، شراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت أو بعض الأدوية من الصيدليات. الآن معروف بأنه فيروس كورونا يعيش على الأسطح المختلفة لساعات مختلفة. طبعا هناك لغط ويعني الكثير من المعلومات ربما المتضاربة حول عدد الساعات التي يعيش عليها أو يعيش فيها على الأسطح. على كل حال سنتحدث عن هذا الموضوع في فيديو آخر. الآن أي شيء تجلبه من السوبر ماركت أو من الصيدلية وتستطيع أن تتركه خارج البيت على الشرفة على باب المنزل إذا استطعت، فيفضل أن تفعل ذلك لمدة 3 أيام. إذا لم تستطع، والكثير منا لا يستطيع، فعلينا إدخالها إلى البيت واتخاذ بعض الإجراءات لحتى نتأكد إنها معقمة جيداً عشان سلامتنا. إذا كنتم من يستخدم خدمة التوصيل للمنازل، فينصح ألا تدعوا عمال توصيل الحاجيات إلى المنازل أن يدخلوا إلى المنزل. أطلبوا منهم أن يضعوا الحاجيات على باب البيت وأنتم تخرجوا بعد ذلك لأخذها إلى الداخل. أول شيء يجب علينا فعله هو تخصيص مكان مثل طاولة في المطبخ مثلاً لتعقيم الحاجيات، وأول شيء علينا عمله هو أن نعقم هذه الطاولة. بعد أن قمت بتعقيم الطاولة سأقسم هذه الطاولة إلى قسمين، قسم للحاجيات غير المعقمة والقسم الآخر للحاجيات التي سأعقمها. يمكن استخدام شريط لاصق ملون أو يعني نستطيع أن نراه بسهولة لأن أقسم الطاولة إلى قسمين. إذن سأضع كل الحاجيات التي اشتريناها في قسم الغير معقم من الطاولة، سأخرجها جميعاً وأتخلص من الكيس البلاستيكي. طبعاً أي شيء نستطيع أن نغسله بالماء والصابون يفضل أن نغسله بالماء والصابون، هذه أفضل طريقة لقتل الفيروس. طبعاً كل العلب أو الأسطح الزجاجية المعدنية مثل المعلبات البلاستيكية نستطيع أن نضعها في الماء والصابون وأن نغسلها جيداً ونشفها ومن ثم نضعها في الخزانة أو في أي مكان عادة نضعها فيه، إلا ربما الأسطح الورقية أو الكرتون سنأتي لكيفية تعقيم هذه الأسطح. على كل حال أنا فقط لهذا الفيديو سأعقم كل هؤلاء أو كل هذه الحاجيات بالمعقم الذي لدي، سأرش كمية كبيرة منه على هذا المنديل ومن ثم أمسح كل قطعة بطريقة جيدة جدا، أمسحها وأضعها في القسم المعقم من الطاولة. لا تنسوا طبعاً أن تعقموا أيديكم أيضاً وإن كنتم ترتدوا القفازات، وأنتم طبعاً تعقمون حاجيات المنزل، فسأعقم يدي ومن ثم أكمل بالعلب الورقية أو الكرتونية. فمثلاً هذه العلبة فيها طبعاً علب صغيرة، فلا أريد أو يعني لست بحاجة لهذه العلبة الكبيرة، أفتحها وآتي بأي وعاء وأضع كل هؤلاء ومن ثم أتركها. أيضاً بالنسبة لهذه لا لست بحاجة للعلبة الكرتونية، أفتحها وأضع ما فيها في وعاء آخر وأتخلص من العلبة. إذن بقي الخضار والفواكه وهي نوعا ما صعبة التعقيم أو لا يعني مش ليس من السهل أن نعقمها. على كل حال بعض الفواكه والخضروات اللي قشرتها تعتبر سميكة نستطيع أن نغسلها بالماء والصابون، مثل البرتقال هكذا نضع ماء وصابون في وعاء ونتركها يعني لفترة بسيطة جدا ومن ثم نغسلها جيدا، نفركها بالماء والصابون وبعد ذلك نقوم بغسلها غسل الصابون عنها. في بعض الفواكه والخضروات الأخرى ليس من السهل أن نغسلها بالماء والصابون مثل الخس مثلا، فنستطيع أن نبقيها في الكيس الذي أتينا به من السوبر ماركت، ولكن علينا تعقيم هذا الكيس ومن ثم نغسلها عندما نريد أن نأكلها أو أن نستعملها. وختاما
وبعد أن نعقم طبعاً الطاولة، بعد أن أنهينا عمليات التعقيم للحاجيات، علينا خلع القفازات. طبعاً هذا أهم إشي، وأفضل طريقة لخلع القفازات هي الطريقة التي يستخدمها الجراحون أو العاملون في المجال الطبي، هي أفضل وأأمن طريقة لخلعها. تخيلوا بأنه يداي ملوثتان بفيروس كورونا بهذه الصبغة الزرقاء، فالهدف هو أن أخلع القفازات دون أن يكون هناك أي صبغة زرقاء على يدي أو على معصمي. فأفضل طريقة هي أن نأخذ القفاز من هنا من الكف، نخلعه هكذا ونمسكه باليد الأخرى، ومن ثم بأصبعين ندخلهما هنا ونقلب القفاز هكذا ونرميه في الزبالة. يداي نظيفتان. دمتم دائما بصحة وأمان بإذن الله.